سلطانة السيد إبراهيم خيا مناضلة صحراوية رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات. منذ سنوات ونحن نناضل من أجل احترام حقوق الإنسان وحماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية. تعرضت من خلالها لكل الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية، وسبق وتم فقع عيني 2007-9 ماي، واليوم أعيش تحت إقامة جبرية منذ 19 نوفمبر 2020 الماضي حتى اليوم 11 أبريل 2021 كحال النشطاء الصحراويين في الصحراء الغربية. فالمغرب الذي يحتل الصحراء الغربية منذ أكثر من 45 سنة يحاول تدميرنا عبر استراتيجيات أمنية وعسكرية واقتصادية واجتماعية، والمجتمع الدولي متخاذل ومتواطي مع الاحتلال في إطالة معاناتنا. حان الوقت أن تتحمل المجموعات الدولية مسؤوليتها الأخلاقية اتجاه القضية، قضية عادلة. نحن نطالب فقط بتنفيذ القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، كما ندعوهم لحمايتنا وحماية أصوات الحقوقية من خلال مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف مجلس الأمن والمينورسو. حان الوقت لفرض العدالة. شكرا لكم باسم الشعب الصحراء الغربية.